السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أستاذ عزاب لتربية كوين. إذا إن شاء الله غادي نحاول نكملوا الجزء الثاني ديال الدرس ديال لي فيغور دو ستيل. وبعد ما شفنا ثلاثة ديال لي فيغور دو ستيل هادوك لي بليز يوتيليزي، غنزيدوا إن شاء الله في هذا الدرس هذا لي زوطخ فيغور دو ستيل باش نشملوا حنا الموضوع كامل، وفي أي فيغور دو ستيل تحطات لكم تعرفوها. ولكن خصكم تعرفوا واحد الحاجة، راه كاين حتى 14 فيغور دو ستيل، ولكن أنا كنخدم معكم فقط اللي غتحتاجوا اللي كيتعاودوا دائما في الكونكور، وما غنخدموه ان شاء الله، وانا غنحطوكم ان شاء الله باش ما تكثرش عليكم الخدمه. ما تنساوناش من الدعم ديالكم للقناه، هو اللي كيشجعنا نقدموا مزيد من الفيديوهات. نخليكم مع الدروس السابقه، وما تنساوناش كذلك من الدعوات ديالكم الصالحه. الله يسهل لكم انتم ان شاء الله تكونوا ناجحين في مباراه التعليم. إذن كنا غنشوفوا ان شاء الله في هذا الدرس هذا الجزء الثاني من الدرس ديال لي فيغور دو ستيل. دونك بعد ما شفنا لي فيغور دو ستيل الكومباريزون وشرحناها والميتافور، وشفنا كذلك لا بيرسونيفيكاسيون اللي قلنا عليها هي التشخيص، دونك دابا غنهضروا على الجزء الثاني. الجزء الثاني اللي غيهضرنا على غنحاولوا نحطوا فيه ان شاء الله كذلك التمارين ديال الجزء الاول، وكذلك غنعطيكم في التالي واحد نموذج الامتحان نحاولوا ان شاء الله تجاوبوا عليه باش نعرفوا نتاكد من الفهم ديالكم، وكذلك ان شاء الله دابا نصحوه من بعد. دونك نبداو بالجزء الثاني وغندوزو دابا للرابع اللي حتى هو كيكون لي بيربور ولا اكزاجيراسيون. دونك لاحظوا معايا هذه الجمله، هذه جو مور دو سواف، جو مور دو سواف، غادي نموت بالعطش، جو مور دو سواف. دونك الى لاحظتوا هنا كاين واحد المبالغه، ياك جي اكزاجيري، هو لي بيربول مبالغه، كنبالغ، وهذه هي لي بيربول ولا كنسميه، راه عنده جوج، يا اما كنقول لي بيربول ولا اكزاجيراسيون، سي لا ميم شوز. دونك هنا الى لاحظتوا فوالا il consiste à exagérer، هنا جي اكزاجيري. J'ai donné de relief pour mettre en valeur. باش نعطي القيمه اكثر لواحد الفكره لواحد الشعور، يعني كان بحال كنبالغ في واحد الشيء باش نعطيه قيمه اكثر لواحد الفكره لواحد الشعور، يعني راني صافي انا وصلت لواحد الحد ديال العطش ديالي، كنقول جو مور دو سواف. دونك هادي كنسميوها سي هاد لا فيغور دو ستيل، كنسميوها ايبربول او بيان اكزاجيراسيون. كندوزو المثال اخر باش تفهموا، فوالا الى فيرسي ان تورون دو لارم، الى فيرسي ان تورون دو لارم. دونك هنايا فعاطمة باش نبالغوا حنايا في هذا الوكاء ديال هذا السيد اللي كيبكي، دونك درنا لان خونا بزاف ديال الدموع. فوالا هنا كاينه اكزاجيراسيون، يعني بحالها الى فيرسي ان تورون، واحد بحال بريميل ولا سطل ديال الدموع. دونك هنايا اون اكزاجيري في هذا البكاء ديال هذا السيد هذا ديال الدموع اللي هذه السيده هذه حد جي دي ال، دونك بالغنا في هذا، يعني في هذا السلوك اللي دارت ان طيحت الدموع بزاف. دونك هذه هي هذا هو الايبربول اكزاجيراسيون. دونك ندوزو لهذا الفيغو دو ستيل اللي موراه اخر واحد لا غراداسيون. هنا لا غراداسيون حنا غنشوفوا معنا شنو كتعني هاد لا غراداسيون. دونك غراديو راه جاي غراديو راه باينه. دونك جو مي مور، جو سوي مور، جو سوي انتيري. لاحظوا هنا جو مي مور، جو سوي مور، جو سوي انتيري. هنا لاحظوا لان كاين عندنا واحد لا كرواسونس، هنايا عندنا واحد بحال واحد التزايد. جو سوي مور، جو مي مور، يعني غادي راني كنحتضر، راني مت، راني تدفنت. دونك الى لاحظتوا هنا عندنا واحد لا غراداسيون، فوالا لا غراداسيون في التعبير، فوالا كان انا راه كنحتضر، راني مت، راني تدفنت. دونك هنايا كما كتشوفوا سيتون اينوميراسيون
دو تيرم اورغانيزي دو فاسون، يا اما كرواسونت بحال اللي شفنا هنا ولا ديك كرواسونت، اما كتكون كرواسونت ولا ديك كرواسونت. دونك هنا كيكون عندي اون غراداسيون، كتكون عندنا اون غراداسيون. دونك هذا فيغور دو ستيل. دونك غالبا كنقول لكم هذا كيكون فيه باش كتعرفوا دو فراز ولا تخوا فراز، راه كيكون عندنا واحد النسق كيتواضع، يعني يا اما يرتفع ولا ينخفض. بحال اللي قلت لكم هنايا نقدر نقول جو سوي مالاد، جو سوي مور، جو سوي اونتيغي، اما كنحتضر فوالا كنحتضر، كتلقى واحد النسق غادي هو كيرتفع. بحال احتضر اموت تدفنت. غنعطيكم مثال اخر باش تزيدوا تفهموا. بحال ما كنديروا حنا هذا السيد هذا باسابل اسي بيان بيان بارفي. دونك هنا عندي واحد النسق متواصل، هنا عندي واحد غراداسيون هنايا، متوسط لا باس به، حسن ممتاز. دونك هنا عندي كذلك كرواسونت، ديك كرواسونت نقدر نقول العكس، بحال مثلا ديك خوت كتكون بارفي بيان اسي بيان باسابل، يعني هنا غادي في ديك كرواسونت في الانخفاض ماشي بحال في الارتفاع. دونك هذه هي لا غراداسيون، هذه هي لا غراداسيون، هذا هو الفيكو دو ستيل غراداسيون، هادو هما اللي كيتعطاو اغلبيه كيتعطاو. غنشوفوا باش نزيدو مزيان نعطيكم امثله، وهنا غنعطيكم قبل ما نعطيك نسيت انا هذا زدت لكم لا لو بيغي فراز، غنشوفوا كذلك حتى هاد لو بيغي فراز. لو كابيتال ايكونوميك، شكون هي لو كابيتال؟ ندير بحال مثلا ديال المغرب، هي كازابلانكا، هي كازابلانكا. دونك شنو درت هنايا؟ هاد كاز، هاد الاسم ديال المدينه ولا دا، عطيتو واحد دومو ولا تخوامو، مثلتو بواحد الحاجه. دونك هنايا هاد البيغي فراز شنو هي؟ إل رومبلاس ان مو باغ اون اكسبرسيون كي لو ديفيني. ملي كنقول لكم شكون هي العاصمه الاقتصاديه راه باينه شكون هي، هي كازابلانكا. ملي كنقول لك بحال مثلا شكون هي عاصمه البوغاز، غتقول لي استاذ راه هي طنجه. العاصمه بحال مثلا السياحيه، راه غتقول لي بحال مثلا اكادير. قلت لكم بحال مثلا العاصمه الروحيه، غتقول لي استاذ راه هي فاس مثلا. دونك هنا إل رومبلاس ان مو اللي هي بحال كازابلانكا باغ اون اكسبرسيون اللي هي اللي كتعرف بها، اللي معروفه بها كابيتال ايكونوميك. دونك ان سامبلمون اي رومبلاسي باغ دي زيليمون دو فراز بلو كومبلكس جوون سور لامبليسيت. فوالا، اما تكون عندنا دو مو ولا تخوا مو، دونك كتكون اون فراز كي رومبلاس ان مو ان سامبلمون. دونك نعطيكم مثال اخر، بحال مثلا كما كتعرفوا لا في دو لوميير، عاصمه الانوار، راه باينه شكون هي مدينه الانوار، هي باغي، هي باريس، معروفه بها، معروفه بهاد بانها هي مدينه الانوار ولا عاصمه الانوار. دونك هذا هو لو بيغي فراز، هذا هو لا فيغور. اذا ندوزو الفيغور دو ستيل الاوكسيمور. دونك نشوفوا هاد المثال هذا، ان سيلونس اسورديسون، ان سيلونس اسورديسون. دونك الى لاحظتوا هنا فهاد الجمله هذه، عندي واحد جوج، عندكم سيلونس واسورديسون. اسورديسون كتعني ان كي هذا كيصمك الودن، هذه اسورديسون كان يعني بالدارجه كنقول كيصمك الودن. دونك الى لاحظتوا هنا عندي واحد دو تيرم مختلفين، وعلينا نقولوا هنا انهم اوبوزي. دونك هاد لوكسيمور هذا هو الدور ديالو، ايل كونسيست ا رابروشي دو تيرم او سونس اوبوزي. كما كنشوف عندكم سيلونس باش يقدر هو يسمكم، ما انا عارف ماشي السيلونس اللي كيسمك الودن، ولكن كنجمعوهم لاش لونيون دو مو كونترير فراب ليماجيناسيون. يعني كنحاول كما شفنا في الدرس السابق انني كنعلي وكنجعل داك التعبير اكثر قيمه. دونك هذا هو لوكسيمور، كيكون عند دو مو دو تيرم ولا دو مو او سونس اوبوزي، بحال اللي شفنا ان سيلونس اسورديسون. اللي ما يمكنش يقول راه الصمت ماشي هو اللي كيصمك الودن، ولكن ملي كنجمعو كيعطي واحد التعبير عالي، وكما شرنا هنايا اي فراب ليماجيناسيون. غنعطيكم مثال اخر باش تزيدوا تفهموه، اللي تعقلوا على ان دو مو كونترير او سونس اوبوزي. اون دوس فيولانس، ولاحظوا معايا التعبير كي دا كنقول اون دوس فيولانس. دونك هاد دو تيرم دوس او فيولانس راه ايزون لو سونس اوبوزي، ممكنش يتجمعوا، ولكن ملي كنجمعوا كما قلت لكم كتعطي واحد التاثير، واحد التعبير كبير للفيولونس. دونك دوس كما كتعرفوا هي لطيف، كنقول عنف لطيف، غير في تخيلوا هاد ليماجيناسيون اون دوس فيولونس، واحد العنف لطيف، والعنف راه ما كيكونش معاه اللطف. دونك هذا هو لوكسيمور، هذا هو لوكسيمور باش نختموا ان شاء الله وندوزوا للتمارين سميتو الامثله، يعني التمارين. وانا نعطيكم تمارين من الامتحانات اللي داروا،
من الامتحانات. هذا امتحان ديال واقع على ما اظن 2018 2019. دونك انا نسولهم كي لي لا فيغور دو سي امبلوي دون سيت فراز. هذا راه ما بيناش مزيان انا كتبتها لكم. فوالا هذه هي لا فراز لا روج دو لا موكيت كريي دون ميزيو. ولاحظوا مزيان لا روج دو لا موكيت كريي دون ميزيو. دونك الا شفتوا هنا مزيان هاد اللون الاحمر اللي كاين في السجاده كيقول لك موكيت كريي كريي سي كريي يصرخ. دونك يصرخ هاد اللون الاحمر اللي كيكون في السجاده يصرخ كيصرخ يعني كي بحال كيأثر عطى واحد. دونك هنا لاحظتوا هاد كريي شكون اللي كيكري شكون اللي كيصرخ واش الموكيت كتصرخ كتصرخ. دونك هاد كريي يصرخ هي هو واحد واحد الميزه ولا واحد السلوك شكون اللي كيدير هو الانسان. دونك هنايا درت هنايا جي بيرسوني لهاد لا موكيت هذا. دونك هنا عندنا بيرسونيفيكاسيون شخصت هنايا هاد لا روج دو لا موكيت عطيتو لواحد الميزه ولا واحد السلوك اللي كيمتاز به الانسان اللي هو الصراخ. دونك هنا عندي لا بيرسونيفيكاسيون. دونك هذه راه باينه هذه الا تدققوا في الفراز راه غتجاوبوا عليها ان شاء الله في الامتحان كيما بغى يعطيوها لكم. نعطيكم تمرين اخر فوالا. De quelle figure de style s'agit-il dans la phrase suivante? Voilà. Attends, comme tu vois, c'est à dire que je suis blessé. Ah, oh, je suis blessé. Je suis troué. Je suis perforé. Je suis administré. Je suis enterré. Donc, là, je suis en train de faire des phrases. Et qui est en train de faire des phrases? Et qui est en train de faire des phrases? Je suis blessé. Je suis blessé. Je suis blessé. انا غادي نموت انا غادي نتزفن. دونك هنا لاحظتوا كاين عنده واحد النسق غادي هو يتصاعد. في الاول كان مشروح في الثانيه صافي راه السيد تهد وفي اخر حاجه راه السيد غادي يتزفن. دونك هنايا كاين عندي واحد لا كرواسونس في التعبير في الاكسبريسيون. دونك هنا شنو غتكون تقول السيد هي لا غراداسيون. وهنا عندي نسق متعالي ولاحظوا كما قلت لكم هاد لا غراداسيون ديما كيكون واحد 3 فراز الا لاحظتوا دائما ولا 4 ولا 5 فراز دائما كيكون عندي هكا نسق راه غتفهموا النسق متصاعد ديال في التعبير. دونك نتمنى ان شاء الله يكون هاد التمارين هادو زادوا اكدوا لكم المعلومه ومازال ان شاء الله غادي نزيدكم في التمارين اخرى ان شاء الله في الدروس القادمه. ما عليكم الا الدعم ديالكم للقناه ان شاء الله باش نقدر كيشجعني اني نقدم مزيد من الفيديوهات ونخليكم كما دائما مع الامتحانات مع يعني ايفالياسيون. انا نعطيكم ايفالياسيون وحاولوا تجاوبوا لي عليه باش نعرف انكم فهمتم مزيان اللي هو كايفالياسيون. فوالا انا نعطيكم هاد ليفالياسيون هادو. دو كيل فيغور دو ستيل ساجيتيل دون سيت فراز. Sont malades, allaités, meurent d'inouï. عفوا هذا راه التمرين هذا راه التمرين تا هو داخل مع الاخرين. دونك شنو هنا عندي هنايا دو كيل فيغور دو ستيل ساجيتيل دون سيت فراز. Sont malades, allaités, meurent d'inouï. Sont malades, allaités, meurent d'inouï. دونك هنا لاحظتوا هذا يعني هذا المريض هذا اللي يعني طايح في الفراش غادي يموت بالملل. لكن ما كتعرفوا الانسان ملي كيكون مريض راه ما كيتحرك كيقتلو غير الملل في الدار. دونك سو مالاد اليتي مور دينبي. دونك الا لاحظتوا هنايا هاد ليكسبريسيون ديال مور شنو ما كتحسوا فيه انه بحال واحد المبالغه كان يعني بالغ في انه هاد الطريح الفراش قتلوا الملل كنقولوا وهذا اللي يقتل الملل لا يقتل ولغي كي باش كنبالغوا اون اكزاجير كنقولوا حنا هاد مور دينبي كيقتلوا الملل. راه كنقولوا حتى في اللغه العاميه ديالنا كنقولوا كيقتلوا الملل. دونك الاستاذ غتقول لي شنو هو هاد لا فيكو دو ستيل اللي كاينه هنايا هي لي بيربول اكزاجيراسيون لي بيربول. هذا على ما اظن راه امتحان ديال 2019 هذا الامتحان ديال 2019. نتمنى ان شاء الله يكون هاد الدرس مفهوم وعطيت كل شيء فيه. غنحاول نبسط ما اقصى ما يمكن. دونك اي سؤال اخوان ولا استفسار خليه في التعاليق مرحبا ونخليكم دابا حاليا نخليكم مع التمرين التقويمي اللي غنعطي لكم وتا هو بحال تحط لكم في امتحان جدد لكم دو فراز عطيكم هنا هاد المره جوج ديال الاسئله عطيتهم لكم حاولوا تخدموهم وتخليوا في الجواب تخليوه في الجواب ان شاء الله هاد الجواب ديالكم شوف واش فهمتوا الدرس ولا ما فهمتوش. دونك هنايا التمرين اللي غادي نعطيكم فوالا. دو كيل فيغور دو ستيل ساجيتيل دون سيت فراز. انا نعطيكم لا فراز. Ah, voilà la phrase.
un grand serpent de fumée noire. Un grand serpent de fumée noire. Donc, c'est la phrase. C'est la figure de style. C'est la métaphore, ou bien l'hyperbole, ou bien l'oxymore, ou bien la métonymie. C'est la figure de style. Je vais vous dire. Donc, c'est quelle figure de style اللي كاين هنايا. هذا التمرين التقويمي الاول. نعطيكم التمرين التقويمي الثاني. Voilà la phrase. Ma mère se cachant le visage dans ses deux mains, poussa un long sanglant et se met à pleurer à chaudes larmes. Donc هنايا شنو عندي؟ Ma mère se cachant le visage dans ses deux mains, poussa un long sanglant et se mit à pleurer en chant larmes. Donc, quand la figure de style est indigne, je suis l'hyperbole, ou bien la personnification, ou bien la métonymie, ou bien la gradation. Donc, je suis indigne, il fait la figure de style, il fait de la figure. حتى تخليوا لي التعاليق الاجوبه ديالكم في التعاليق. ما تنساوناش من الدعوه ديالكم وكذلك الدعم ديالكم للقناه هو اللي كيشجعنا نقدموا مزيد من الفيديوهات. والله يساعدكم ان شاء الله تكونوا من ناجحين في مباراه التعليم ونلتقي في درس اخر ان شاء الله.